مرحبا بكم، معكم رضوان من قناة يعود وتراد. بناء على طلب أحد متابعيني اليوم راح نقول أغنية ما تقول لنا صاحب للمطرب طلال مداح. تابعوني. الأغنية من على مقام بياتي الري، سبق وأخذنا مقام بياتي الري. ري مي نصف بيمول فا صول لا سي بيمول دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري، وراح نحتاج للسي نصف بيمول ك الاصبع الرابع جواب او قرار بالاصبع الاول. الايقاع هو ايقاع عربي، راح نختار اللي هي السرعه بحدود 80 للبيضاء. نشوف العلامات دو ري مي فا صول فا صول سي دو ري مي فا صول مي فا. إذن هون بهذا الجزء عملنا العلامات البيضاء تافاتي في، يعني نازل طالع نازل طالع كل علامة. السي لا صول لا سي لا صول فا صول لا سي لا صول فا صول لا سي لا صول لا إس لا صول فا صول لا صول فا مي فا صول لا صول فا مي فا صول لا صول فا صول إس سي لا صول لا سي لا صول فا صول لا سي لا صول فا صول لا سي لا صول لا لا صول فا صول لا صول فا مي فا صول لا صول فا مي فا صول لا صول فا صول دو فا مي دو ري مي ري مي ري مي دو فا مي دو ري مي ري مي ري. بعدين راح يفوت بالغناء. إذا بهذا الجزء عملنا العلامات البيضاء يا أما فرداش أو تافا تيفي نازل طالع، وعملنا سي نصف بيمول بالخرار. بعدين راح يفوت بالغناء ما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فين وزمن غايب نسأل عليه واجب فين وزمن غايب نسأل عليه واجب كان العشم أكبر أنا كان العشم أكبر كان العشم أكبر أنا كان العشم أكبر كغنى. إذا في بالغناء معناته في عنا لوازم وفي عنا غناء. أنا غنيتها اللي هي ابتدينا ري مي فا، تجي اللازمة سو فا مي، بعدين مباشرة اللي هي فا صو لا اللي هي ما تقول، تجي اللازمة سي لا صو لا، بيجي الغناء ري دو ري سي سي نصف بيمول دو ري، تجي اللازمة سي صول سو فا صو مي فا صول ري مي ري، لازمة صول فا صو مي فا صول ري مي ري، بيرجع بعيدة صول فا صو مي فا صول فا صو مي ري، طبعا بطريقة تانية بالصوت صو فا صو مي فا صول ري مي ري فا مي ري ري مي دو سي سي نصف بيمول سي دو مي ري فا ري مي دو مي ري ري، تجي لازمة ري مي ري. رقم واحد من عيد فا مي ري ري مي دو سي سي دو مي ري فا ري مي دو ري. إذن هاي بالنسبة لأغنية ما تقول لنا صاحب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير، وتابعوني على learnonline.ca لتعليم النوتة والمقامات. واللي حابب يشترك بقناة التليجرام لا زالت مفتوحة على التليجرام، أنا راح أحط الرابط بأسفل الفيديو اللي حابب يشترك ويتعلم المقامات العربية. ولا تنسونا من أي تعليقات سواء سلبا أو إيجابا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا للمتابعة.